سمعتم مشاهدينا شاب من شباب المغرب، شاب من شباب الذين طموحين معنا سمح محمد العكلي، كنرحبوا بك معنا. اذا مشاهدي متابعي قناه شفتي دي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا اقليم تونات، وبالضبط منطقه شو اسمها هذه ولاد عيان، ياك منطقه ولاد عيان. عفوا معنا هذا الشاب هذا كيقلب كيقلد عفوا عده اصوات. سي محمد بغينا تقدم لنا راسك للمشاهد بعدا اولا قبل ما نديروا اي حاجه. مرحبا تفضل سي. اول حاجه السلام عليكم، شكرا على الاستضافه، والسلام عليكم الجمهور الجميع المغاربه اجمعين داخل وخارج الوطن. قدم لنا نفسك. الاسم ديالي محمد العكلي، مدينه مكناس، سن 30 سنه، عندي موهبة الغناء الرسم، كنقلب عدة خامات صوتية اللي صعيبة بزاف، وعندي كنرسم الأصل. الخدمة ديالي كانت إشعارات. سي محمد بغينا ندخل في الخصوصيات ديالك، تقول لنا الدراسات اللي وصلتي. الدراسة سيزيام. السبب اللي جعلك توصل سيزيام مثلا عندك الثالث موهبة ديال الرسم عندك، يعني يكون عندك خط تجميل. هي السبب، هي السبب تقريبا باش انقطعت على الدراسة، لأن ما كنتش غادي نعطيكم كلمات، غادي كنت كيجي بلا غادي نضيع الوقت وصافي. وأصلا أنا كنرتاح في الموسيقى وشي والرسم، كنرتاح في حاجة سميتها الفن. هادشي اللي دابا أنت كتحس براسك عندك واحد الشيء، كتخدم شي مجال دابا حاليا غير هذا المجال الفني؟ ممكن قبل كورونا غنيت في سهرات، غنيت في حفلات، المهم ماشي اول مره، ما عنديش تجربه، وبحال بغيت واحد الوقت نحبس وعاوتاني الشباب الدراري صحابي والجمهور الكريم الحمد لله ديما كيشجعونا وكيقول لك لا خاصك تكمل. وهذا هو الشيء اللي جعلني انني نطابق مع الاذاعه اللي كتشرفنا وكنشكرها بزاف. سي محمد بغينا نشوفوا شي فنان مثلا اللي تقلدوا لنا. مرحبا. اذا قلنا لك مثلا جورج واسوف مثلا، بغينا شي حاجه جورج واسوف تقلدها لنا. مرحبا. نغنيو اغنيه اللي غنيه عن تعريف قول الدعوه نكلم الناس. سير دير. تفضل. كلام الناس لبي أدم ولي أخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لبي أدم ولي أخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمعهم من عاشم بسمعهم، وليه حبيبتي نسمعهم من عاشم بسمعهم، عيوني ومحد يمنعهم ولا بالوهم حتقطر بكلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس. قبل ان نقولوا اي حاجه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، غادي نخليو الراي ديالكم والتعليقات ديالكم في الكومنتير، وتعطيونا الراي ديالكم في هذا الشاب، واش قلد فعلا جورج واسوف ولا ما قلدش جورج واسوف؟ الحكم يبقى ديالكم والتعليقات ديالكم. خويا سمير من برشلونه، بالتوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه ان شاء الله لجميع المسلمين، وهذا شاب جينا حنا باش نواكبوا معاه وجينا باش نعاونوا حتى حنايا. عادي نزيد نطلبوا منك بزاف د الاشياء، عادي خلينا الكومنتات الناس هما اللي غادي يحكموا عليك، هما اللي غادي يعرفوا واش داك الشيء اللي كتعطي انت فعلا كيقلد ولا ما كيقلدش. وغادي نمشيو الاتجاه ديال، ما نمشيوش غير الاتجاه ديال الشبابين، غادي نمشيو لجهه اسماعيل احمد. اسماعيل احمد سولت عليك العود والنار.
صوت رائع، صوت اللي هو كنقولوا حنا ما كنحكموش، ولكن بالنسبه اللي جالسين حداك سي محمد خليك معنا. ما نديرش مسرح، مرحبا. لا ما نديرش مسرح. غادي نمشيو للشاب خالد. تقلب على الشاب خالد. مرحبا الشاب خالد. ديروا شي حاجه بالموال. ديرنا الشاب خالد. يا ويلي 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 ويلي بيالي ليلي ليلي يا ليل. لا ماشي ديال خالد بالضبط، راني كلفت هو غير معاود حتى هو. كاين اغاني ديال خالد نتفكر شي. بغينا سي محمد نعرفوا انت بالنسبه لهاد الموهبه عندك وهاد الشيء عندك شنو اللي سالتك؟ الرساله ديالي هو انني بغيت نظهر في الساحه الفنيه بطريقه زوينه ومع القناه الزوينه ديالكم. بغينا ديرنا شي موال ديالك شخصي ديال سي محمد العكري. عيني بغير جمالكم لا تنظر، عيني بغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبرني لا أصبروا حتى يراكم ناظري وعلى محبتي شفتي بي شكرا سي محمد على هذا الموال. كنشكرك على هذا، كنتمنى تكون رقتي المشاهدين والمستمعين اللي كيسمعوا سي محمد العكري هنا. مشاهدي متابعي قناه شوف تي في كنقول لكم شكرا على المتابعه والى لقاء اخر باذن الله.